ربي. كابتن اسلام ازيك كابتن؟ اخبارك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ كان عندك ماتش ولا ايه؟ كان عندك ماتش ما بتضحك ليه؟ اخبارك ايه؟ كان عندك ماتش ولا ايه؟ الطريق بقى كنت في مشوار كده فمش كنتش عارف اتكلم في دخله كده كانت زحمه. الاول عايز اخد رايك في اداء المنتخب مع كيروش. يعني هل انت مقتنع باداء المنتخب خلال الفتره اللي تولى فيها كيروش المسؤوليه، ولا في تخوف بعد طبعا مباراتي انجولا والجابون؟ طبعا في تغيير بس مش واضح او مش كبير قوي، تغيير مش كبير قوي. واخد بالك؟ ف هم مباراتين ليبيا هم اللي كانوا معقولين، كان في حاله جديده ودوافع جديده في مباراتين ليبيا، لكن مباراه انجولا ومباراه الجابون الكونغو ما بيتهيألي الو معاك جابون وانجولا كابتن، فكانت الموضوع خلاص انتهى، فالدوافع قلت شويه، فما كانش العرض المطلوب والمناسب او ما قدموش افضل حاجه، وكان في لعيبه استبعاد زي زيزو وطارق حامد طبعا ورمضان صبحي ورمضان صبحي، فبتهيألي الموضوع يعني كان صعب شويه، كل معسكر دلوقتي استبعد اثنين، مره قفشه ومره محمد شريف ومره طارق حامد ومره رمضان صبحي وزيزو، فبتهيألي الموضوع يعني لعيبه جامده بتبقى يعني بره المنتخب، فدي طبعا حاجه مش كويسه يعني، لكن الفتره اللي كروش طبعا والجهاز الفني يعني اشتغل فيها، انا وجهه نظري ان هي كانت يعني الى حد ما مش بطاله، لكن المفروض احنا كمنتخب مصر بالعناصر اللي موجوده دي كان المفروض يبقى ما يعني عندنا افضل من كده. طيب هل فتره كيروش افضل من فتره حسام البدري؟ فتره كيروش حسام البدري افضل من فتره حسام البدري؟ لا هي افضل ان احنا صعدنا، لكن حسام البدري برضه لما كان موجود كان قدم اداء كويس ونتائجه كانت كويسه، هو مشي يعني سوء اداء، وده الواضح على اللي بيتقال دلوقتي من يعني اعضاء الجهاز الفني اللي كان مع كابتن. يعني انت حضرتك شايف ان في تغيير في اداء المنتخب بعد رحيل حسام البدري؟ مش قوي. هو التغيير في اللي احنا وصلنا له، ان احنا وصلنا للمرحله النهائيه، هو ده التغيير. لكن هو الراجل عنده افضل من كده. يعني بحكم خبرتي بقى والراجل مدرب كبير والسي في بتاعه قوي، المفروض يبقى هو عنده افضل من كده وافكار اكثر من كده. ده اللي احنا منتظرينه منه في المرحله اللي بعد كده. هل الدوافع عند اللاعبين في المنتخب بتبقى أقل من الدوافع لما بيكونوا في الأندية بتاعتهم؟ الماتشات المحلية غير الدولية يعني؟ لا مش الماتشات المحلية غير الدولية، أنا أقصد إن الاهتمام والضغوط اللي بتكون على اللاعب سواء لو خسر بطولة مثلا، حد بيلعب في النادي الأهلي، حد بيلعب في النادي الزمالك، حد محترف، أكبر من الضغوط على اللعيبة لما بيكونوا داخل منتخب الوطني؟ المنتخب مختلف في كل حاجة. يعني أعلى ليفل في المستوى الفني والبدني، فلما أنت بتتعصر في ماتش أو كده بيبقى لك تأثير طبعا قوي جدا، عكس لما بتلعب مع النادي وتخسر بطولة أو تخسر كأس أو دوري أو بطولة أفريقيا، عكس لما بتبقى أنت موجود في منتخب مصر وبتخرج من بطولة أمم أفريقية في التصفيات أو تصفيات كأس العالم، فطبعا الدوافع طبعا تملي بتبقى أكبر على المستوى الدولي، ده دي وجهة نظري يعني. طيب كات سمير، يعني وأنت لعبت في يعني احترفت قبل كده وفي دوريات مختلفة وكنت لاعب النادي الأهلي ولاعب في المنتخب، هل يعني وجود يعني وأنت ما كنتش يعني موجود في زمن البودي جارد للاعبين والبودي جارد دوت معمول دلوقتي لمحمد صلاح طبعا باعتبار قيمته ونجوميته طبعا الكبيره، هل ده ممكن يضايق اللعيبه؟ هل ده ممكن يعمل ازمه بالنسبه للاعبين اخرين،
ولا انت شايف ان الموضوع عادي لان الموضوع دلوقتي بقى مختلف وقيمه محمد صلاح تستدعي لوجود حراسه خاصه؟ هو ده الموضوع وملوش علاقه بحد تاني. يعني انا مش دعوه ان فلان اقل مني فنيا او اقل مني ماديا او شهره او بلعب انا في انجلترا او بلعب في القاهره هو يتضايق، لا هو لو مكاني هيتعامل نفس المعامله برضه، هيبقى عنده بودي جاردات وهيبقى عنده يعني ما اعرفش هو ممكن يكون هل هنا من الدوله عندنا هنا او من اتحاد الكوره ولا من هو اتحاد الكوره كلوب. لا هو اتحاد ولا ليفربول. فدي حاجه برضو انت بتحافظ برضو على القيمه اللي عندك، قيمه محمد صلاح كلاعب لما يكون ليه حمايه او ليه حاجه زي كده بيتهيألي الموضوع بيبقى يعني يمشي، يعني ما يتعملوش ضجه. يعني ده هو يعني وصل لاعلى حاجه واحسن تاني او ثالث لاعب في العالم، فطبيعي يعني لو واحد بيحميه او واحد بيبقى معاه كده زي سيكيورتي او بودي جارد فالموضوع يمشي، يعني مش ما هياش ازمه. وقت ما كنت بتلعب كان في يعني ما حاولتش انت يبقى انت مش محتاج سيكيورتي يا كابتن سمير؟ لا انا بودي جارد انت بسم الله ما شاء الله يعني لا انت ولا انا رمزي ولا ابراهيم حسن، انا بتكلم على الثلاثه ولا مدحت ولا بسم الله ما شاء الله يعني كابتن جواري كان مختار حراسه خاصه لنفسه حاجه كوماندوز يعني بالظبط ما فيش ولا لاعب كان ممكن يتعمل عليه او طلب ان هو يعني يكون عنده حراسه خاصه في التوقيت، ولا الفكر نفسه لا ما كانش واصل للامور دي؟ هو التوقيت مختلف طبعا. احنا كنا بنلعب في المانيا وكنا في منتخب مصر ما كانش فيه الكلام ده دلوقتي، الكلام ده زياده قوي والسوشيال ميديا زياده والبودي جارد زياده وحاجات تانية دخلت على الساحه الرياضيه، احنا يعني ايامنا ما كانتش موجوده والامور الماديه زادت، فانت بتتكلم في كذا حاجه يعني. فبالتالي في حاجه كمان عايز اوضحها يعني ان صلاح حصل له مشكله قبل كده على ما اعتقد في روسيا كاس العالم، فهو راجل نجم كبير راجل نجم كبير، فيعني هو برضو اتحاد الكوره بيحميه، انت ما تعرفش احنا ممكن يكون عندنا ناس طيبه وناس كويسه وبتحافظ على النجوم بتاعتنا، لكن بتتكلم كمان على المشكله اللي حصلت في روسيا دي، برضو هم خايفين من كده لان قيمه محمد صلاح دلوقتي يعني قيمه كبيره، داخل في التجديد، داخل في ثاني او ثالث احسن لاعب عالم او احسن لعيب في العالم او رقم واحد يعني، فالامور ماشيه عاديه يعني، هي حصلت لها ضجه جامده جدا ودي حمايه للعيب، لان ده يا جماعه محمد صلاح بالنسبه لنا ثروه قوميه. وكمان في حاجه انت بتتكلم على لعيب يعني عمل انجازات ما فيش لعيب في مصر، وكمان عايز يكسر الرقم الافريقي كمان في الدوري الانجليزي في حاجات كتير في مصر ما عملهاش، بيعمل سيره ذاتيه يعني سي في على اعلى مستوى من حيث البطولات والمستوى الفني وعدد الاهداف بالنسبه للهداف التاريخي ليفربول، هداف التاريخي ليفربول على المستوى الافريقي، اللاعب الافريقي في الدوري الانجليزي، يعني كذا حاجه طبعا محمد صلاح ماشي بيها بخطوط ثابته وعامل انجاز تاريخي لنفسه. فاحنا لما نتكلم على ناس بتحميه ما هياش عيب لحد او اساءه لحد تاني، لا يا جماعه في حاجه بتبقى ظروف خاصه للعيب معين في التوقيت ده، فاحنا لازم اصلا كمصريين احنا ندعم الموضوع دوت. انا شايف الموضوع عادي يعني الاسلام. طيب انا شايفه عادي يعني، بس انا يعني مضطر ان انا اناقشه، وانا شايفه عادي مش علشان يعني الوضع الطبيعي ان كل لاعب يبقى عنده حراسه خاصه، انا شايفه عادي لان ده محمد صلاح بس. بالظبط كده، انا بقى عايز اسال هو يعني مين هو مين اللي اشتكى؟ مين يعني بقى اللي اشتكى؟ هتلاقيه يعني بقى واحد ما عندوش فكره عن الكوره، واحد غيران، واحد مش مقدر قيمه محمد صلاح، لكن احنا بقى كمصريين او لعيبه كوره او مدربين دلوقتي او انا كسمير كمونه يعني يعني من نادي واحد كنادي مقاولين وكده واعتبر طالعين من نادي واحد، لا بقول لك محمد صلاح يستاهل اكتر من كده. واللي مش عاجبه بقى يشرب من البحر. اكيد. بسيطه ايه. عايز انت تسمع دي. لا والله خالص يا كابتن سمير بس انت بتتكلم صح. أصل لا ما هو الراجل حصل له قلنا حصل له مشكله قبل كده في روسيا في كاس العالم، عشان كده اتحاد الكوره يعني حاول ان هو يخصص له 2 بودي جارد يحموه، ده تحسبه لعزه بس.
الناس تبقى فاهمه كده، ما هياش ارنانه يعني، ما هياش غرور. محمد صلاح ما بقاش مغرور يا جماعه خلاص. انا بقول لمصر كلها كده، هو الظروف هو وضعيته بتحتم عليه امور، هو يعني برافو عليه. مختلفه برافو تماما عليه. عن اي لاعب جه في تاريخ مصر. بالظبط. اللعيب او النجم لما بيعدي المرحله دي لازم بيبقى عنده حاجات برايفت شويه. احمد فتحي كان اخطا في تصريحه اللي قال